أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. لا يزال الكلام في أفعال الصلاة، في أفعال الصلاة. نعم، وأول فعل من أفعال الصلاة هو التكبير، تكبيرة الإحرام، باعتبار أن الصلاة ماهية تتقوم بحدين: الحد الأول تكبيرة الإحرام، والحد الثاني التسليم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. شنو معنى تحريمها التكبير؟ يعني إذا كبرت تكبيرة الإحرام حرم عليك فعل المنافي، وإذا سلمت السلام المخصوص بعد التشهد الأخير في الصلاة يحل لك فعل المنافي. فالصلاة ما هي لها حدين، مو حد واحد. الآن نريد أن نسأل: كيف نثبت وجوب تكبيرة الإحرام من القرآن؟ لمو درسنا آيات الأحكام، صحيح؟ نريد آية قرآنية تقول أن تكبيرة الإحرام واجبة. أكو آية عندنا في القرآن يشكل. المصنف يقول: نعم، توجد آية. الآية القرآنية 111 من سورة الإسراء، نعم، تقول: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا. الفاضل المقداد السيوري، الفاضل المقداد السيوري عنده كتاب في آيات الأحكام يسمى بكنز العرفان، كنز العرفان. في ذلك الكتاب يستدل على هذا المطلب، أن الآية القرآنية تريد أن تقول أن تكبيرة الإحرام واجبة. شنو صيغة الاستدلال، طريقة الاستدلال؟ يقول: تعال وياي اعرب وكبره تكبيرا. كبره فعل ايش؟ كبر فعل أمر، فعل أمر. ما هو الدليل على أن هذا الفعل هو فعل أمر؟ شيخي، يوجد دليل. أولا دال على الطلب، هاي العلامة المعنوية، وثانيا يقبل ياء المفردة المؤنثة المخاطبة، يقبل دخول ياء المفردة المؤنثة المخاطبة، فهو فعل أمر. كبر هذا مبني على اليمن، مبني على السكون. جيد، إذن هذا صيغة أمر، جاء على صيغة الأمر أو لا؟ صيغة أمر. وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هاي مقدمة رقم واحد. يعني التكبير واجب لو مو واجب؟ جيد، التكبير واجب. ثم يسأل سؤال آخر، يقول: هل يوجد عندنا تكبير واجب في غير الصلاة؟ ما عندنا التكبير الواجب بأصل الشريعة. وين موجود؟ هو موجود في الصلاة. وين محله بالصلاة؟ وين محله بالصلاة؟ هو
مقرون بالنية في تكبيرة الإحرام. فالمقصود بالآية القرآنية هو شنو؟ وجوب تكبيرة الإحرام. واضح الكلام؟ هذا رأي من؟ هذا رأي الفاضل مقداس سيوني. المصنف يرد على هذا الاستدلال، يقول المراد من التكبير في هذه الآية ليس مع الله أكبر، مو هذا معنى، وإنما التكبير معناه التعظيم في هذه الآية، فراح يكون نفس التكبير محتمل ونفس التعظيم محتمل، فهذا الاستدلال ما يثبت. فإذا ما عندنا آية قرآنية يدل على ذلك وإن نلجأ للروايات. واضح؟ نجي لمن؟ للقيام اللي هو الفعل الثاني بالصلاة. القيام واجب بالصلاة أو ليس بواجب؟ واجب. واجب ركني لو واجب غير ركني؟ في بعض الأحيان يكون واجبا ركنيا وفي بعض الأحيان يكون واجبا غير ركنيا، صحيح؟ في القيام حال تكبيرة الإحرام واجب ركن. والحال الثاني القيام المتصل بالركوع الذي يكون الركوع عنه، يعني آخر جزء من أجزاء القيام اللي هو شنو؟ اللي راح تنحني عنه. أنا هسه واقف بالصلاة راح أنحني للركوع، شوف هذا آخر جزء من أجزاء القيام اللي صدر من عدة الركوع، هذا راح يكون هو الواجب الركني. إذن أما في بقية أحوال الصلاة القيام واجب لكنه ليس بالركني. ما هو الدليل القرآني على أن القيام واجب؟ الفاضل المقداد السيوري يقول نعم، في كنز العرفان يقول توجد عندنا آية قرآنية تدل على من؟ على وجوب القيام بالصلاة. نقول وين الآية القرآنية؟ يقول هي الآية القرآنية نعم الرابعة 238 من سورة البقرة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قوموا أيضا نفس الاستدلال السابق، قوموا فعل أمر يعني جاء على صيغة فعل الأمر، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، فإذا الآية القرآنية تشير إلى وجوب القيام. وحيث أنه لا يوجد قيام واجب في غير أحوال الصلاة فيكون القيام الواجب في الصلاة، فإذا الآية القرآنية تريد أن تشير إلى القيام الواجب في الصلاة. واضح الكلام لو مو واضح؟ زين، إيش راح نقول له؟ راح نقول له في بعض الأحوال يكون القيام واجب في غير حال الصلاة. إنسان مؤمن دخل إلى هذا المجلس إذا لم أقم له يعتبر احتقار لهذا الإنسان المؤمن، فالقيام يكون واجب لو مو واجب؟ يقول نعم واجب، بس هذا واجب وين؟ بالأصل لو بالعارض. والقيام في الصلاة واجب في أصل الشريعة، احنا نريد آية قرآنية تدل على وجوب القيام في أصل الشريعة. واضح الكلام؟ هذا استدلاله. المصنف شو يقول؟ يقول الآية القرآنية لم تشر إلى القيام لا في الصلاة ولا في غير حال الصلاة. قوموا لله قانتين، شنو معنى قوموا؟ يعني أدوا أداء، قوموا بمعنى أدوا الصلاة. نقول له أكو قرينة لفظية تدل على ذلك؟ يقول نعم، القيام استعمل باستعمالات قرآنية متعددة دل على غير القيام، مثل من قال وأن تقوموا لليتامى بالقسط. تقوموا مو معناها
مو معناها تقومون، معناها تؤدون هذه الأموال لليتامى بمن؟ بالعدل بالقسط، معناها الأداء. وفي استعمالات قرآنية أخرى استعمل بمعنى شنو؟ الوقوع. شوف الآية القرآنية ايش قالت؟ وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني ليؤدي الناس هذا القانون بمن؟ بالقسط. ويوم تقوم الساعة، تقوم هنا مو أداء، ويوم تقع الساعة، تقع تلك الأحداث المهولة جدا، فهنا استعملها بمعنى الوقوع. فنقول له نحتاج من عدة قرينة أيها الفاضل سيوري على أن القيام بمعنى ذلك القيام الواجب، القيام بالمعنى الحقيقي. عدة قرينة هي شكل الله. وين نرجع؟ شلون نناقش هذا الرأي شيخ؟ وقوموا لله قانتين، يعني أدوا جيد. المصنف يدعي المجازية، والفاضل المقداد السيوري يدعي أن هذا اللفظ استعمل استعمالا حقيقيا في نفس المعنى الموضوع له، ولا يوجد. من اللي نطالب بالدليل؟ نطالب بالدليل منه اللي يقول هذا اللفظ استعمل بالمجاز؟ نقول له جيب قرينة ودليل على المجاز. لو يقول أن هذا اللفظ استعمل في معناه الموضوع له حقيقة، إذا جاء لفظ وشككنا أن المتكلم استعمله بالحقيقة أو المجاز، فمن المقدم، أصالة الحقيقة أو أصالة المجاز؟ أصالة الحقيقة. فالحق مع المفتاح مع المقداد الفاضل المقداد السيوري، لأنه يدعي الحقيقة والمصنف يدعي المجاز. والحمد لله رب العالمين.